Ben öncelikle sizin aracılığınızla bütün Suriye halkını, Suriyeli kardeşlerimizi من خلال شاشتكم الكريمة أولا أود أن أوجه تحية لإخوتنا السوريين، وأتمنى الآن قبل الغد أن تنتهي الحرب في سوريا لكي يعود أهلنا السوريون إلى بلادهم بأمان. اليوم جئنا لنحضر تنصيب الأمير محمد قبلان نائب البرلمان التركي ولنبارك هذه الخطوة ولاستقبال أصدقائنا العرب والأجانب الذين جاءوا من كل الدول، إضافة لإخواننا السوريين الذين أصبحنا نشاركهم لحظات الفرح والأحزان معا. منذ 7 سنوات وحتى هذه اللحظة نعمل لأجل إخواننا السوريين، قدوتنا في ذلك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي يعمل جاهدا لإعادة الحق لأصحابه. اليوم عندنا في ولاية أورفا 550 ألفا من أهلنا السوريين باستضافتنا، ويشارك الموظفون الأتراك هؤلاء الضيوف بالبسمة والخدمة في كل مؤسسات الدولة. نحاول أن نخفف عنهم الحزن والتعب مع مشاركتنا في كل فعاليات وخدمات المؤسسات الإنسانية التي تهدف لمد العون لإخواننا السوريين. نحن كدولة جارة لسوريا واجبنا أن نفتح أبوابنا لأهلنا المظلومين في سوريا من قبل النظام الأسدي المجرم، وشكرا جزيلا لكم.